إلى أي حد وجب تمثيل الحراك بعد نحو شهرين من المسيرات؟ سؤال تناقشه أكاديميون تزامناً والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. الشخصية الوطنية الآن لما نلوحوا في الساحة السياسية أحمد طالب إبراهيم مثلاً كشخص نلقاو كثير من الناس يتقبلوه نظراً للمناصب اللي تقلدها في السابق، نظراً للثقافة نتاعه، نظراً كثير من أولهم. لما نتكلم على اليمين زروال كذلك كرئيس جمهورية سابق نلقاو بلي عنده قبول في نص الشعب. لما نتكلموا على جميلة بوحيرة كيكون يعني مجاهدة عنه على أفلام وعندها وزن تاعها كمرأة يعني تكون في مجلس مقبولة كذلك. كاين كثير من جماعات اخرين ربما نقدروا نتكلموا على ربما سي عبد العزيز الرحابي او شخصيات اخرى يعني او دكتور بورزقي بالطبع بورزقي مليح كذلك. فيه يعني شخصيات اخرى ربما كان مولود حمروش مانيش عارف انا كاين شخصيات ربما اللي راهي مقبوله. المرحله الانتقاليه دير في كمزيه كي يجي لك اليمين زروال الرئيس دار في كمزيه دار فينا مزيه ككل. علاش؟ لان مش في حاجه الينا، احنا في حاجه اليه لمرحله انتقاليه يستلمها الشباب. ولهذا هؤلاء الذين ناتي بهم لمرحله 6 اشهر او 3 اشهر هؤلاء يجب نحترمهم لانه هؤلاء راح ينقلون السلطه للاخرين، هذه الوظيفه نتاعهم. بين سيناريو الهيئه الرئاسيه المشتركه والمجلس التاسيسي طال النقاش وجاوز 3 ساعات ليخرج المشاركون في لقاء الشراكه بالعاصمه بضروره تجنود النخبه ومرافقه التحديات الراهنه بحلول سياسيه وورشات قانونيه واقتصاديه واجتماعيه. الصراع ايديولوجي ضيق، نسمع زواف، نسمع لو كان تروحوا الفوط يديوها لكم الاسلاميين، نسمع كذا نسمع كذا نسمع كذا. يجب أن ندرك نعيد إلى الأذهان أن المرحلة اللي رانا عايشينها هذه الساعة ليست ساعة المنافسة السياسية، الساعة هذه هي ساعة بناء أو إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية. القطيعة مع نظام انتهى في رأي النخب المشاركة يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة بوجوه وآليات جديدة أيضا ترافق فيها المؤسسة العسكرية مطالب الشعب من خلال تمثيل السلطة في التفاوض على انتقال الحكم.